رائدات ورواد موقع أزمنة سياسية، نقدم لكم إطلالة لأهم الأنباء الواردة في الصحف الوطنية. جريدة الصباح، ساجد يعد بالضريبة على المنتوجات الفاخرة. فقد كشف الاتحاد الدستوري الذي يقوده محمد ساجد عمدة الدار البيضاء السابق ملامح وعود للناخبين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، عبارة عن إجراءات يتوق إلى إقرارها، وأبرزها فرض الضريبة على الثروة وإلزام المجلس الأعلى للحسابات بتمكين العموم من الولوج والإطلاع على التصريحات بالممتلكات التي يضعها لديه المنتخبون وكبار المسؤولين. وفي نفس الجريدة نقرأ: خالد أدنون الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة يعتبر أن الطعنات التي يتلقاها حزبه من الخلف دليل على أنه في المقدمة. أدنون قال: إن الأصالة والمعاصرة جاء لممارسة السياسة بشكل مختلف، وليدعو الجميع إلى التفكير العاقل والسليم ولإقرار العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وأشار إلى أن هناك مقاربة استراتيجية لتواصل الحزب سواء في الفترات الانتخابية وخارج ذلك، وحتى عند قيادتنا للحكومة المقبلة. ونقرأ بجريدة أخبار اليوم: هذا هو ثمن إصلاح التقاعد الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. فبدخول مشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية حيز التنفيذ في أكتوبر الجاري، سترتفع مساهمة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد بنقطة واحدة، لينتقل بالتالي معدل المساهمة من 10 إلى 11% في مراحل أولى، ليصل في 2019 إلى 14%، ما يعني تأثيرا واضحا على الأجور الصافية التي ستتأثر برفع المساهمات، فضلا عن تقليص المعاشات التي سيتقاضاها الموظفون الذين سيسري عليهم النظام الجديد. وتوقع عبد الرحيم الهندوق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن تتراوح معدلات الاقتطاع بين 34 درهما للموظفين في السلم 6 إلى حدود 500 درهم من الأجر الصافي للموظفين في السلالم العليا. وبنفس الجريدة، جهتا الدار البيضاء والرباط تخلقان نصف الثروة الوطنية، حيث كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2014 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل 6 جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني فيما يخص مستوى نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد والمحدد في 16379 درهما سنة 2014. وأظهرت بيانات الحسابات مساهمة جهتي الدار البيضاء ستات والرباط سلا القنيطرة حوالي 39.6% في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، كما ساهمت هاتان الجهتان في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية، أي ما يمثل 48.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بمساهمة بلغت 32% لجهة الدار البيضاء 16.3% لجهة الرباط سلا القنيطرة. وتناولت جريدة الأحداث المغربية: وقع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة أمس الثلاثاء بمدينة فينتيان عاصمة لاووس على وثائق انضمام المغرب إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ووقع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الأسيان
إلى جانب السيد بوريطة على وثائق انضمام المغرب، وذلك على هامش أشغال القمتين 28 و29 لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اللتان تنعقدان من 6 إلى 8 شتنبر الجاري بفينتيان عاصمة اللاوس. وبنفس الجريدة نقرأ: وفد برلماني فرنسي يزور المغرب ويشيد بمتانة العلاقات بين البلدين. أجرى نائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي أول أمس بمقر المجلس مباحثات مع وفد برلماني عن الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة كويتيسي رئيس اللجنة الاستقصائية حول التعاون الأوروبي مع الدول المغاربية في الجمعية الوطنية الفرنسية. وفي هذا الصدد أفاد بلاغ للمجلس أن اللقاء تمحور حول سبل تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة. ونقرأ بجريدة العالم: المغاربة مطالبون بالاستعلام عن القطارات قبل السفر بمناسبة عيد الأضحى. وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1437 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والأمان. ودعا بلاغ للمكتب زبناءه تفاديا للاكتظاظ الذي تعرفه هذه المناسبة إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر واقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر وركوب القطارات المشار إليها في التذكرة. وأشار إلى أنه سيتم يوم عيد الأضحى تقليص عدد القطارات داعيا إلى الاستعلام بشبابيك المحطات أو مركز الاتصالات الهاتفية قطاري أو الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وورد بنفس الجريدة: وفد من رجال الأعمال الروس في المغرب لتعزيز الشراكة بين البلدين. ففي إطار مبادرة المغرب الرامية لتفعيل مقاربته الاستراتيجية التي ترمي إلى تقوية شراكاته على المستوى العالمي مع بلدان متعددة وبالتحديد مع روسيا، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن منتدى اقتصادي سيعقد بشراكة مع مجلس الأعمال الروسي العربي، وذلك بمدينة أكادير يوم 15 شتنبر. وجاءت المبادرة نتيجة الزيارة الملكية الأخيرة لروسيا، ثم نتيجة الاتفاقيات والتعاقدات المشتركة بين الرباط وموسكو من أجل تعاون سياسي واقتصاد فعال. ونقرأ بجريدة الاتحاد الاشتراكي: التوقيع على اتفاقية تعاون بين المغرب وتركيا في مجال الأرشيف. فقد تم أول أمس الاثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الأرشيف بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والإدارة العامة للأرشيفات الوطنية في تركيا. وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري والمدير العام للأرشيفات الوطنية في تركيا أوغور أونال في إطار تثمين التاريخ المشترك بين البلدين. وبنفس الجريدة: تم مساء أول أمس الاثنين بالدار البيضاء الافتتاح الرسمي لمقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981، وذلك بتنسيق مع عائلات الضحايا في إطار حفظ الذاكرة الجماعية. ويأتي افتتاح هذه المقبرة بعد المراسيم الدينية
الأمنية ضمن ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار الكشف عن الحقيقة من خلال مجموعة من التحريات المرتبطة بأحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء. تمكنت الهيئة عبرها من الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا. وبجريدة المساء كشفت معطيات حديثة صادرة عن منظمة اليونسكو عن فوارق خطيرة في مجال التعليم، ما يضر في العمق كل مخططات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة في هذا القطاع الحساس. وأكد التقرير العالمي لرصد التعليم لسنة 2016 الصادر عن اليونسكو أن الفرق في سنوات التعليم التي قضاها الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 24 عاما حسب الوضع المالي في الفترة ما بين 2008 و 2014 يمكن أن يصل إلى 6 سنوات من التعليم، حيث يقضي الشباب الأكثر فقط 4 سنوات فقط في صفوف الدراسة، في الوقت الذي تزيد هذه النسبة لدى شباب الفئات المتوسطة إلى 7 سنوات. أما شباب الفئات الغنية فيقضون في المعدل 10 سنوات في صفوف الدراسة. وبنفس الجريدة ليديك تحرق جيوب المواطنين بزيادات صاروخية في فواتير الماء والكهرباء، إذ توصل مجموعة من المواطنين في الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة بفواتير ملتهبة للماء والكهرباء تعدت بشكل صاروخي المبلغ الذي اعتادوا على آدائه شهريا. وأكد عدد من سكان المدينة والمناطق التي تشرف عليها شركة ليديك التي تتكلف بمهام التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء على أن الفواتير التي توصلوا بها خلال شهر غشت فاقت كل التصورات، ووصف بعضهم هذه الفواتير بالخيالية. وبجريدة بيان اليوم نقرأ: التقدم والاشتراكية يدعو للضرب على كل من يمس بحرمة الانتخابات وكل ممارسة غير شرعية تهين كرامة المواطنين وتسيء لسمعة الوطن وصورته. وأعرب الحزب عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي أول أمس الاثنين عن اعتزازه بحصيلة الحكومة، داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات في جميع المجالات بما يستجيب للنقائص والاختلالات القائمة. ومن جهة أخرى صادق على الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي لحزب الكتاب لعرضها على الرأي العام الوطني في لقاء إعلامي تواصلي يوم 19 شتنبر الجاري بالرباط. وبنفس الجريدة نقرأ: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يشكل لجنة مؤقتة لإعداد مقترح رأي حول مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، فقد بدأت صباح أمس الثلاثاء بالرباط أشغال دورة استثنائية للمجلس تخصص بالأساس لتشكيل هذه اللجنة المؤقتة. ويأتي الشروع في إعداد رأي حول مشروع القانون الإطار بناء على طلب توصل به المجلس من رئيس الحكومة في 27 يوليو الماضي. وستشكل هذه الدورة الاستثنائية أيضا فرصة للمناقشة وتقديم الاقتراحات والتوصيات الأولية في شأن مشروع القانون الإطار الذي يعد الأول في تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب. وجاء في رسالة الأمة ما يلي: أزيد من 4000 ملاحظ من بينهم 92 دوليا لمراقبة الانتخابات، فقد بلغت حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات
عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس. وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ صدر عقب الاجتماع الذي عقدته هذه اللجنة أول أمس الاثنين برئاسة محمد الصبار أمين عام المجلس أن هذه الهيئات ستعبئ أزيد من 4000 ملاحظ وملاحظة، من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج. وبنفس الجريدة نقرأ: المغرب أنفق أزيد من 11 مليار خلال شهر يوليوز الماضي على الحبوب، إذ أفاد مكتب الصرف بأن فاتورة واردات المغرب من الحبوب بلغت حوالي 11.1 مليار درهم ما تم شهر يوليوز 2016 مقابل 9.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.3%. وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز 2016 أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى نمو واردات القمح زائد 3.1 مليار درهم والشعير زائد 0.8 مليار درهم، مشيرا بالمقابل إلى أن المشتريات من الذرة انخفضت ب 0.2 مليار درهم. وورد بجريدة لوبينيون أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال أوكسفورد بيزنس جروب أن الميثاق الجديد للاستثمارات الذي اعتمده المغرب مكن من استقطاب رساميل أجنبية هامة من شأنها المساهمة في خلق آلاف مناصب الشغل في البلاد. وأضافت المجموعة في تحليل لها أنه غداة اعتماد ميثاق الاستثمارات الجديد للشهر الماضي وقعت الحكومة المغربية عقودا استثمارية مع مقاولات بريطانية وكندية وبرازيلية وصينية وهندية وروسية بلغت في المجموع 7.5 مليار درهم أي 691.6 مليون أورو. وبجريدة ليبراسيون نقرأ: أكد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن عزيز العربي أن مهنيي قطاع الدواجن التابعين لجهة فاس مكناس يساهمون بنسبة 35% من اللحوم البيضاء على الصعيد الوطني. وكشف العربي خلال لقاء تواصلي وتحسيسي مع المنتجين والمتدخلين في قطاع لحوم الدواجن بجهة فاس مكناس أن أغلب الضيعات المتخصصة في تربية وتسويق الدواجن المتواجدة بالجماعات التابعة للنفوذ الترابي للجهة سجلت في الأشهر الأخيرة انخفاضا مهما في الإنتاج بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور قليل الذروة وكذا ارتفاع درجة الحرارة. وبجريدة أجوردوي لماروك نقرأ ما يلي: تم أمس الثلاثاء بمقر مجلس جهة الدار البيضاء ستات إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج مسالك، وهو مخطط جهوي للنهوض بالمسالك القروية يهدف إلى الانتقال من نسبة 47% إلى 90% من المسالك المجهزة في أفق سنة 2018.
ويندرج هذا البرنامج في إطار التوجيهات السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 30 يوليوز 2015 ويأتي تماشيا مع الاختصاصات الذاتية للجهة كما وردت في القانون التنظيمي 114-11 المتعلق بالجهات وكذلك تطبيقا لقرارات المجلس الجهوي للدار البيضاء ستات. وبجريدة البيان وكالة فيتش تدقق في وضعية الأبناك المغربية. الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني اعتبرت أن هناك تراجعا في نوعية أصول الأبناك وهو ما جعل الاستفادة منها تحت الضغط. وقدم محرر تقرير هذه الوكالة سببين أديا إلى هذا الوضع: ضعف النمو بالمغرب وتكاليف القروض على العقار. وبنفس الجريدة انتقلت الاستعدادات لمؤتمر كوب 22 إلى السرعة القصوى بعد إحداث لجان التنظيم وعقد الورشات والمناقشات التي تهم في الوقت الراهن مواضيع هامة من قبيل تمويل المناخ ودوره في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وأبرز عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أن كوب 22 سيكون مناسبة للاتفاق على خارطة طريق من أجل الولوج إلى التمويل بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وأشار إلى نقص الموارد المالية لمواكبة هذا التكيف وجعل هذا الطريق حافزا لجهود البلدان السائرة في طريق النمو. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا اليومية حول ما تناولته الصحف الوطنية. نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.